ننادي المسلمين بالخارج، والنصوص مؤيدة لذلك والأدلة داعمة لذلك، بأن كل ما يمكن أن يعني تقدمه من زكوات أموال أو صدقات أو أضحيات أو أيا كان الأمر، أن أقاربك وأن أهلك في بلدك أولى بذلك، لأنك تعلم حالهم على وجه اليقين وتعلم حاجتهم تماما. فعلى كل حال الأضحية تذبح في البلد الذي أنتمي إليه، في قريتي، في مدينتي، على سبيل الاستحباب، على سبيل السنة المؤكدة التي أمتثل فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وجدنا آلية، نظرا أيضا للظروف المتطورة جدا، وجدنا آلية جديدة تسمى بآلية الصكوك. أن مش التوكيل بقى لشخص معين، ده بنروح لمؤسسة اعترفت بها الدولة وأخذت إذن الدولة في ذلك، والمؤسسات كثيرة، منها وزارة الأوقاف، ومنها مصر الخير، ومنها بنك الطعام، ومنها يمكن الأرمان، تقريبا أسماء كثيرة، مؤسسات كثيرة يعني جزاهم الله خيرا عما يقومون به، ييسرون علينا نحن في الأماكن التي لا تتسع للذبح، ولا نستطيع أن نذهب إلى المجازر ونذبح، فبنشتري الصك المعين، وبعد ذلك يكون هذه المؤسسة المعينة هي وكيلة عني في هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، وكيلة عني في ذبح الأضحية وتفريقها على المحتاجين. وأعتقد ده موجود في الحرم، أنت بتشتري صك أضحي؟ بنشتري صك الهدي هنا. الهدي يعني لما بنكون حج. هي هذه تطور آخر أيضا. لأن بالفعل لما كان الحجاج يعني إلى زمن قريب، يعني يمكن من 20 سنة 30 سنة، كان الحجاج بالفعل بروحهم بيذبحوا الهدي بتاعهم في أماكن الذبح في ميناء وفي الأماكن المحددة، يعني في المجازر هناك، بس كل واحد بيذبح له الجزار وبيدي له الهدي بتاعه، يعني بإبانة بياكل منه عليه. كيلو 2 كيلو بياكل، بيتغدى بس يعني، وما فيش إمكانية هو يشيل بقى. فغالبا كان كل الحجاج بيسيبوا الأضاحي بيسيبوا الهدي بتاعهم في مكانهم، فتتعفن هذه الذبائح، وبينتج أمراض، وبينتج أوبئة، والخسارة المحققة، والخسارة المحققة. فبالفعل هذا اجتهاد جيد واجتهاد محترم ومقدر، ويليق بمسالك الشريعة الإسلامية وأهداف الشريعة الإسلامية، يعني غايات الشريعة. هنا الصكوك هنا آلية معتبرة فقهيا، آلية معتبرة فقهيا ومجتمعيا، وتدعو إليها الضرورة في العصر الحاضر، ويدعو إليها تطور المجتمع. ومن المعلوم أن الإسلام جاء خادما، أن الإسلام جاء للناس جميعا في كل زمان ومكان، محققا لمصالحهم. لمن هو متردد في مسألة الصكوك ماذا تقول فضيلة المفتي؟ لا حرج إطلاقا في أن الإنسان يوكل ويشتري الصك ويوكل هذه المؤسسة بمقتضى الشراء، يعني مش شرط حتى يروح أنا وكلتك، لا مجرد الشراء والتوكيل، بمجرد أنني أشتري أنا وكلت بهذا الشراء هذه المؤسسة في أن تذبح عني. إن كانت المؤسسة ستعطيك، بعضهم يقولون بتعطي جزء من اللحوم للإنسان وتوصلها، هذا أمر طيب. ما انتش عايز أيضا هذا الجزء، خليه للفقراء والمساكين، وانت عوض نفسك بكيلو أو 2 كيلو أو 3 كيلو من اللحم العادي. الذبح يستمر لحد إمتى مولانا؟ هو الذبح سيادتك بيستمر في لمدة أيام التشريق، يعني يوم النحر بعد صلاة عيد الأضحى بيستمر طوال هذا اليوم، وبعدين أول يوم من أيام التشريق اللي هو ثاني يوم عيد الأضحى، وثالث يوم عيد الأضحى، ورابع يوم عيد الأضحى إلى شروق إلى غروب الشمس. دي المدة المعتادة بالنسبة لنا بالنسبة لنا احنا كأفراد، يعني بنذبح بأنفسنا، لكن بالنسبة للمؤسسات العملاقة حسب الحاجة التي يعني يدعوها الأمر إلا أنها لا تقدر أبدا ألا تذبح في 3 أيام. مظبوط. هل في هذه الحالة يمكن أن يمتد الذبح إلى ما بعد أيام التشريق في شهر ذي الحجة، ولا الأمر فيه تضييق؟ إحنا بحثنا هذه المسألة
ووجدناها بالنسبة للمؤسسات الكبرى العملاقة زي الجمعيات زي الوزارات زي المنشغلة حالة الانشغال بالذبح. أيوة. بحيث أن الذبح شغال يوم عيد الأضحى وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، بس ما فيش إمكانية أن احنا نذبح كل هذه الأضاحي ونحن منشغلون لم نتوقف، والزمن كله مستوعب في الذبح، وربما بعضهم بيعمل ورديات يعني ليل نهار شغالين. في هذه الحالة ما دام أننا أمام حالة انشغال بالذبح فيمتد الزمن معنا إلى ما بعد أيام التشريق، وهذا موروث وموجود في كتب الفقهاء القدامى، وكأنهم يقرؤون لنا المستقبل ويعطون لنا الأحكام الآن. ولذلك من يقرأ كتب هؤلاء يلحظ بأن المرونة موجودة، وأننا نحن قد نضيق نحن على أنفسنا بفعل عقولنا القاصرة التي ليست مستوعبة لكل هذا الاجتهاد. مولانا